ابتكر طالب بالمركز الوطني السويسري لبحوث الروبوتات آلة طائرة لنقل الأشياء لأماكن صعب الوصول إليها، وتعتبر الآلة آمنة الاستخدام بسبب عزل مراوحها عن الطرد المرسل للشخص. وتتكون الطائرة من ألياف الكربون، حيث يمكنها التشكل بسهولة لتلتف حول الطرد وتصبح جزءاً منه لتسهيل طيرانها. كما يمكن للآلة أن تحمل وزناً يصل لنصف كيلوغرام لمسافة كيلومترين، ويمكنها أيضاً الإقلاع والهبوط بشكل عمودي من على سطح الأرض. ويمكن التحكم في الطائرة عن طريق برنامج للطائرات الآلية، وكذلك متابعتها عن بعد.